وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع الأمر فيه واسع. قال الإمام أحمد: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما. وحجة القائلين بوضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع العمومات، كحديث وائل بن حجر: رأيت النبي واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. سهل بن سعد: أمرنا بوضع يمننا على شمائلنا في الصلاة. وحجة القائلين بأنها ترسل أن النبي كان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، فلذلك قال الإمام أحمد: إن شاء وضع اليمنى على اليسرى وإن شاء أرسلهما.